النشاط والحيوية، الرياضة واتباع نظام غذائي وصحي وسليم أساسيات وعناوين لصحة وبدنية وعقلية، والأهم من هيك النفسية. أهلا وسهلا ومرحبتين بكم في ثاني حلقات برنامجكم ليبيا لايت، وأولى أيام ضيوفنا وتفاصيلهم لليوم حتكون معنا خلال حلقة اليوم مع ضيوفنا الكرام خدوجة صبري، مصطفى بركة، أمل نوري. أهلين وسهلين ومرحبتين بكم. تسلمي، صباحك زي العسل أنت وكل الجروب اللي معك اليوم، وإن شاء الله نشاط وحيوية. إن شاء الله يا رب العالمين. كيف حالكم اليوم؟ باي ماشي الحال، حلو مشى اليوم كويس يعني. مصطفى الحمد لله، كيف نط من النوم؟ لا تمام، نايضة بكري ومستعدة يعني. إن شاء الله يا رب العالمين. بنسألكم طبعا قبل كل حاجة، كيف كان الفطور اليوم بالنسبة لكل حد فيكم؟ يعني حبيتوه ما حبيتوش، تحسوا فيه انه هو يشبع ما يشبعش؟ لا هو طبعا لأن أول يوم وحاجة مختلفة علينا، يعني أن اليوم الوجبة كانت عبارة عن قطعة من الأناناس وشوية لوز طبعا عادي ودحية مطبوخة وشاهي أخضر بدون سكر وبس، فخلاص يعني. انت تغير عليك، اعطاني طاقة جميلة. على طول حبيتي يعني اهم نعم. حاجة حبيتي؟ لا حبيت، ما كانش صعب، ما كانش تحس. هوني اصلا عادة في الفطور الصبح ما ناكلش نهائي، متعودة على النسكافيه بس، فيعني نحس يعني تمام يعني. نحس في اوبر اليوم بزيادة. يعني عندي حاجة اليوم فاطرة اليوم. أكيد. مش زي جماعة تانية. امل نوري، شنو اليوم الفطور؟ هل حسيت انه هو تغير على فطور قبل واحسن ولا الأسوأ بالنسبة لك؟ لا زي ما قالت خدوجة، انا في العادة حتى من مش من نوع الفطيرة معناها قصدي، بس عندي ملاحظة في الدحية، أول مرة ناكل دحية رايبة قلت لك ما تحبيهاش يعني بكرة. سألت هو قلت له رايبة زعما الدحية ولا عادية؟ قال لي طيب، بس حسيتها حلو يعني مريح. يعني لما فطرتي ما حسيتيش أنا مثلا مازلت شبعانة؟ مازلت شبعانة؟ لا بس عطشانة. اها لازم تشربي ميه. إيه. هذا ما فيش حد حيمنعك عليه اصلا. إيه. فقلت لازم تكون دائما عندنا ميه الحق يعني. اي لا اكيد عاد. إيه. هذه مليون في الميه يعني اهم حاجه يعني، حتى 70% من الجسم هو ميه اساسا. إيه. يعني. فاني بس وجهه نظري تمنيت اليوم نشوف وجه بركة الصباح هم تجيبيلها الفطور. بركة بركة. نعم. أنا قبل ما بنسألك كيف كان الفطور أصلاً جايتني معلومة رهيبة من عصافيرنا الشخصيات يعني. يا ربي قدرت أعطوني باطل كبرى طبقتها، قلت لك وكلات خالص كل حد ما في حد وقعد جماعة جعان لتوا. بسو حرام ها؟ بسو بس يا ودي، أنا اللي عندي معلومات أن أنت فاطر مرتين. حي هم تبي تجي الحق ولا الواحد ما يكذبش؟ ما مش شوية كان شوية مبكر الموضوع لي علاقة بيبك وصغيروني وخلاص وتمام. صار به اللي عندنا والله ما باش نكون هلبة. انا كلات قبل ما يفطر الفطور هو الصحي، كلات داحية مطبوخة قشرتها وكلاتها، وبعد كلات صينية فيها كورن فليكس. هذا قبل ولا بعد؟ لا قبل الداحية، ولا قبل الداحية والاناناس. هذا الاناناس حنجوه بعدين. باي وكلات شنو اسمه، وكلات كاكا صغيرة. صغيرة كبرى يعني كيكا. 40 ميجا بايت في السكر. كيكا انت ليش ولا جاي للبرنامج؟ معلش كيف جاي جايبين البرنامج؟ في فطور قبل ولا لا؟ ما فيش، لا هو مره واحده قام غلط. ما انا طيب غلط ولا حاجه، حسيته بالبراءه حتى انت صح؟ ايه ما انا بتالي هو جاني قال هذا غلط، المفروض تاخذ فطور. هو جاب لي باك وداك والحمد لله هضمت يعني. لا هذا يبي كاميرات في كل مكان ويبي متابعه. عندي معلومه ثانيه، عندي معلومه خطيره. لا درهاش في الليل من اول حلقه اشاعات. لا والله العظيم ليش نكلين؟ والله ما صادف معي. صاير رشوه في الموضوع. شفتي قلت انا يا صغير لازم تحطوا حد يعني قدام. يعني ترشي في الاعداد بنص دجاجه غير ما تقولوش ان انا فطرت مرتين؟ معقوله؟ طلع عليك واكل نص دجاجه يرشي في الاعداد ما تقوليش هاك خذي نص دجاجه وما تقوليش ان حق. هو قال نبي فخده، قلت له خذها ما تقولش ان اكلات رسم. لا اله الا الله، يعني مشكله انت بجديات يعني حتى يعقبوا فيك ما فيش فايده. هذا غير امس وعزيمه وقوه وبنجوع. والله طول الليل نفكر كيف بنرشي كل المعدين والمعدات يعني. ما اعرف كيف نخش فيكم نص مهربين هم، لكن يلا طحت في واحد طلع كويس يعني. احنا تو اللي شايفين اصلا من الصبح لعند تو ان مدام خدوجه ومدام امل عباره عن ان هم ملتزمات
100% والحمد لله. وشكلك انت اللي يعني هذا الهدف الشيطان الوحيد اللي فينا نلعبوه، لكن عندنا هدف لازم منا يعني، لازم نكون بركه، لازم نكون 2019 بركه جديد ما فيهاش. هو اصعب يوم، هو اصعب يوم اول يوم على فكره. غدوه غدوه شو بتدير معناتها اليوم نص دجاجه معناها غدوه بتجيب لهم سامحوا الليله، سامحوا اليوم، سامحوا معلش. كلمت يوم قالت لي ولدي ما تجيش كلام هذا وانت مازال صغير ولازم تعتمد على نفسك اثناء الاكل، فهمتي؟ فانا ان شاء الله من غدوه قررته باذن الله تعالى حتعتمد على نفسك. انا غدوه ان شاء الله مش حنفطر الا الباك اللي في وسط المرقاز، مش حنشوف وسط في حبيبات مش كارف انتم مش هم كلهم. هذه مشكله يعني بي، هذا كله قصدي انت تو تقول ومرات تنكر ومرات تقول حاجات. لا نحب نقول حق، ما قدرت في حياتي يعني خاصه في الاكل. انا توقعت ان دار عمل الدجاجه هذه اللي انت تحكي عليها تو اكلتها ولا ما اكلتهاش؟ اه مسكت نص وخلت نص. بارك الله فيك. وعطيتها اليوم رشوة. ايه اعطيتها اليوم، قلت اكل. ايه يعني هذه تختم، انت تختم تختم في امس يعني انت على اساس ان نبي ناكل كل شيء قبل ما نبدا، والمشكله بعد ما بدات تاكل مازال. لا شنو صار؟ امس انا قلت خلنا ناكل شويه بشني باش غدو من نص الصبح مراهق باش نمشي نهروي. ايه فخذت الدجاجه كلات دجاجه تامه وخلت نص. الله انا واخذ دجاجه نص، كلات دجاجه تامه وخلت نص. ايه وبعدها جديات تتكلم. وبعدها لا حمص الله، بعدها كلات شنو اسمها؟ بعدها كلات نص اسمه باجيت بالتونسي من صاحبي من برا. بعد اخذت حلو. مش لازم تمشي لي انت هيك تو بش يعني تو الاثبات هذا كله حنشوفوه اكيد من خلال من خلال الفيديو اللي حنشوفوه تو حنعرف احنا انت كلات ما كلاتش كيف كان الفطور بالنسبه ليك بالنسبه لمدام خدوجه وبالنسبه لمدام امل. طبعا حنمشوا نشوفوا تو مشاهدينا اكيد حنمشوا نشوفوا التقرير الخاص للفتره الصباحيه لاول يوم لضيوفنا الكرام، ومن بعدها نرجع نشوفوا هم شو ردود افعالهم على اللي حيشوفوه. حاضر هذا اليوم الأول ما بديت إن شاء الله. عندك حماس متحمسة لتشوف شو باش نعمل اليوم شنو هي البرنامج؟ والله إن شاء الله، بس في شوية تعب يعني في كسل اليوم مش في نشاط. ممكن لأني ما فطرتش. بنت بعد الفطور نصحصح شوية. باهي احنا أول حاجة باش نبدأ بها، أول خطوة باش نبدأ بها في الريجيم هي باش ناخذ ديتوكس. فعندنا ديتوكس هيبي. باش نشرب وشطرها وبعدين نمشي للجيم. نشرب توا. خلص؟ خلص. ديتوكس هيبي ينحي السموم من الجسم. اوف. كيفاش تعرف؟ كيفاش لقيتها تعبته؟ قرفة ممكن تعبتها قرفة مش عارف شنو عادة هنا يعني، بس شوية حار يعني، وخاصة لما مش باطرة ولا واكلة حاجة فيسبب لك. بعدين المستشفى والفطور مع بعضنا إن شاء الله يكون فطور. قبل الفطور أمولة باش نمشي نعمل جيم. أستاذة خدوجة صباح النور. صباح الخير. قيمنيك نوضنيك. خلوني نرقد شوية. صباح الخير. صباح النور. جبت لك الأكل، جبت لك السموزي، جبت لك الخير. خليني نرقد شوية. وتوا باش تشرب شطر الديتوكس هذا وبعدين على طول وين؟ بنشاط وحيوية للجيم إن شاء الله. يعني نشرب نص ولا نص؟ نص نص بس. بسم الله الرحمن الرحيم. صحي، واضح إنه هو صحي. بركة you
نعم. صباح النور. بعوزو زين لعندك. معلاش كملوا ريزيم تبع امبارح. انتوا بترجموا انتوا خلاص قررتوا؟ قررنا خلاص. لا شوفي غادي في فيلي طير. يا بركة حل. ايه تغلبينا. المفروض خلاص ذاك نقصت، انا عندي يوم واحد. شفتها هاي؟ شنو هاي؟ هاي ديتوكس. بتشربوني دواء ولا كيف؟ نو مش دواء. هذا مشروب صحي. اسمه ديتوكس؟ ديتو لا ده مش ديتوكس يا بلاد، ما فيش ما فيش ما فيش أي علاقة بالعصائر والحاجات. لو أنت بتقولوني أنتم أنا. هذا مش نشرب منه توا شتر؟ إيه. ونخليه. انت شي شاد بنشرب منها اشتر، انت قصدك الشاي بنشرب منها شويه هادي. انت بتشرب منه اشتر؟ شو كان شايف انا بشرب هادي من شويه؟ لانه ينحي شحوم الجسم وينظف السموم. نشرب منه اشتر وبعدين نمشيو للجيم. نشرب قصدك نمشي للجيم من غير ما ناكل شيء؟ من غير ما ناكل شيء. عندي سكر وضغط وانا كساع في الاجناب. ولكن بعدين نرجعوا ناكلوا. بقى اوكي كلك عادي عادي. يلا خذ شنو بالداخل؟ لانه خليك شبيع عليك. اشرب هاي. ناخذ جرم بس سادة لا نص. نشرب بالنص يا راجل، بشرب مي انا مصاني صغير قصدي كيف نشرب بالنص يا نص فم واحد نص. نبي شم المصطفى الحمد لله. حتى الكاميرا تعوجت حرام عليكم. ولا العيب اقسم بالله ولا العيب. باهي ما شاء الله بنين الحمد لله. كمل. شو بنكمل؟ مش كان كمرة كملها انت هذه مش انا نكمل. كان شفتوا شيشة خير. نص. مازال شوي على النص. القاس هذا علاش خلينا نقرب من بكري في حاجة غدا هنا انتم تسمنوني. السيد مستر خالد وين معتز؟ شنو؟ كمل منها شوي. خلاص هذا نص هيك طبيعي. شوف كاميرا. ايوه الجمهور اللذيذ. فوت النص زيادة انا. انت راه عميله مش مذيعه مستحيل. بنينه طعمتها؟ بنينه ان شاء الله ربي ما يذوقك. انا سخر ربي الحال مش بنينه طعمتها. الصبر بس جهنم مرجم اللي جايبينه. نروح انا نعطيني جوازي يا رحم والديك. جوازي غير نروح ما في في مقص. ما في جواز. باش ندير تو انا تو باش تبوا مني ثاني باش نبدلوا حوايجنا ونمشيو للجيم. بدل حوايجنا؟ خلاص صدقيني بدلتها كاين قدامك. بدلنا حنكون معك تفضلي. تمام تبي جيم من وين؟ جاك تعرفين تعرفون كان وانا جيم ولا هاي برا توكل على الله. ما شاء الله متواصلين ومكملين معكم بعد ما شفنا التقرير الخاص بالفترة الصباحية لضيوفنا الكرام الفنانة المتألقة والديمة ابتسمتها على وجهها أمل نوري ومصطفى بركة وكيد مدام خدوجة صبري. شو رأيكم في اللي صاير اليوم وفي الرياضة وفي الحاجات اللي صارت؟ يعني مثلا أنتوا أصلا من الأساس سؤال يطرح نفسه، تعبتوا ولا لا؟ والله مش تعبنا بس دائما الـ هذا بروحه. بس دائما البرنامج في بدايته يبي شويه يعني باش تفهمي يبي شويه نشاط. ولا حتى باش تفهمي الجو يعني كيف فهمتي باش تخشي فيه. ايوه باش تخشي يعني. فيه لكن حلو السير بشكليته كذا حلو يعني. اليوم درنا جو كويس حلو استمتعنا يعني استمتعنا. في العاده يا مصطفى لما تمشي انت يعني انت في الاول قلت انا يعني ديما تقول فيها ان انت تلعب في باسكتبول رغم الوزن الزايد فهذه انا شويه نستغرب فيها ديما للناس اللي ما يعرفوش ان مصطفى بركه من زمان بوكل. قداش لك سنه؟ من عمر 13 سنة. وانت تلعب في سلة. مرة تخف باي سلة هذه ما درت لك شراي بالنسبة للوزن ان هي تنقص كذا ولا تمشي تسلى وبعدها تضربها ثلاثة وجبات؟ هذا هو صح. هذه نمشي قبل ما نمشي نلعب قبل ما نمشي نلعب ما ناكلش. نمشي نلعب ما ناكلش قبل ما نلعب. بعد ما نلعب بعد ما نكمل لعبي روح ناكل. باهي اليوم كيف تغير عليك الموضوع اللي هو اكل؟ اليوم ما شاء الله جريت جري ولا 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 حنجريها في جديد. مستحيلة مستحيلة. بقول لها سير ربع ساعة تحطوني شكرت قمح أنا هنا. ماذا شيش حالك؟ يلا إن شاء الله تتعود يا مصطفى. والله هو تعود لكن أنا متعود نجري في الميدان ما نجريش في سير.
ما نفسه قلت طبقني سار اصلا ما فهمتش ايش بيه هذا هو مدام خدوجه. هل شايفه ان الحب مثلا والانتماء مثلا بين الفريق موجود بناتكم؟ اه طبعا اكيد هذا شيء يعني في حد يشجع اليوم نضحك ونلعب ونتقربوا من بعضنا لمده ما شفناش بعضنا صح. فالبرنامج هذا جمعنا في حد ذاته يعني هو هذا الشيء اللي يعطيك طاقه ايجابيه احلى نهدرزوا طول الوقت نشجعوا على بعضنا طول الوقت وفي نفس الوقت نحكوا على البرنامج واهدافه. فكنت مبسوطه اليوم باول تجربه في اول يوم في الرياضه بديناها خفيفة اليوم على أمل طبعا كل يوم حنزيدوا شوية يعني باش ما نتعبوش ونحسوا نقلقنا ولا حاجة. لا أول يوم قاعدين كلنا ريلاكس يعني يعني لو قاعدة حلوة يعني ما زال ونبوا حنا جهد أكتر قدام أكيد. لكن هو غير جهد المطر هذا نعم هو غير جو المطر عرفتي هو هذا كان يدونا تمارين في المطر حلوة الحق يعني تحبي معناته نقولوا لهم الأعداء خلاص أمل لوني ما عندهاش مشكلة تبي تجري في المطر تخصبوا لها كاسة قدام. نعم. لا لكن هي لما تكون خفيفه شويه تقدر تتاقلم مع الجو الطقس بس لكن ربي جزاكم الله بركه قاعد يعبر على شويه يعبر في جديات ان مثلا لو واحد هيك طاقته مثلا تحس انه هو طاحت او هيك ففي ان الباقيين يشجعوا فيه يعني حاسه هيك اكيد لان احنا كلنا زي ما قالت خدوجه كنا هدفنا ان اوكي شكلنا معناها وصحتنا وسطينا لازم يكون مختلف وايضا انت ثقه المشاهد بيك ان مثلا لازم انت توصلي له اللي تديري فيه يوميا يعني هو مثلا صلى احباط صح. يعني بيتسوى عليه من الاحباط طلع الحيطات نفسها خلاص فلازم انت تجيبي معها شويه مدام يعني خدوجه رايك في الموضوع اللي هو مثلا لو حد فيكم مثلا ولا انت حسيتي روحك حضرتك يعني ان انت مثلا هيك معاش خاطرك ولا مليتي هل ممكن ان هم يحفزوك بجديات بسبب لا هو اكيد يعني احنا هو لازم احنا نكونوا بالشكل هذا لازم نحفزوا بعضنا تسكت يا همي فاحنا شكلنا تعبها شكل واحد من فينا نحسوه واحنا شويه هذا علاش احنا كل يوم ننزلوا في الغلا يا سلام فاحنا لازم يكون عندنا الحافز ان احنا لا عاد لازم هذا ردوا لي ام ما يجيش يعني أنا متحمسة أيوة. للفكرة فمن بيمشي يعني من بوش حد يحبط التاني يعني حتى لو كان في حتى لو كان في ناس تسرق في الأكل أنا ماما أنا ماما أيوة خالتي ماما الموضوع أنا ناسا بكري أنا حسابة تاكل تامة أنا كلتها تامة أنا ناسا ما قصتهاش والله فهي طلع ياسا مفروض أنا ناسا صينية لا مش أناسة تامة هي أناسة نفس المربع اللي جابوه لي به طريف هو طريف هذاك كلتها تام هو يبي يقصها قصدي مربعات بس يحس إن الصح معدي هم جابوا لي واحد تاني قصوا طرف 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 بس بعت بيه يعني أنت كلت زوز يعني وانا هذيك كبرى ايش انت قلت لا غيرش نظام البرنامج معلش لا يعني جوات يعني زي ما تقولي جوات يعني يعني زي ما الحمد لله قدرت اليوم انك تجي وتكون في البرنامج ايوه بس حد انا ناس يعني عارف ان في فوائد ولا لا ايه قالوا الناس فايده نتاعي قوي عقل وقوي ذاكره العقله الانسان هي الاستاذه مش هذا لما قامت قالوا لك اول يوم عجبتني قالوا لي أمس مش قلت لنا أول يوم حتى التفاحة لما تاخدوها ما تاكلوهاش تنشوها هيك لازم تقصوها طرف طرف لأن يشبع لكن لما تاكلها هيك أنسى معناها الموضوع تبي تاكل واحدة ثانية ما يصير شيء أنت تحس إن الصينية اللي قدامك معبية معناها تاكل تاكل مزات الصينية معبية هي مرات فيها شوية حاجات بس أنت عيش العاية هي جدي جدي الحمد لله منظورها من بعيد جاي منفوخ الكفر سبحان الله لكن بتاكل الكفر لقيت واحد باسم قاعد داخل نفس النية على الأناناس على الرياضة وعلى كل شيء والفوائد اللي أكيد باش نحصلوها وتحصلوها حتى أنتوا في البرنامج هذا ومع ليبيا لايت بالتأكيد إن شاء الله يا ربي حيكون فيه تنقص وزن وفوائد بالتأكيد واستفادة لنا وليكم وللمشاهدين إن شاء الله يعني فعلى الأناس اللي أنت جبت سيرته والكلتة بروحك نمشوا نشوفوا هالتقرير على فوائد حاجة. الأناناس أيوة نمشوا ونجوا يحتوي الأناناس على العديد من الفيتامينات مثل A و B و G والخمائر والألياف كما يحتوي على بعض المعادن مثل النحاس وكل هذه العناصر تجعله غني بالعديد من الفوائد منها تحسين عملية الهضم خاصة بعد الوجبات الدسمة وتخفيف ألم المعدة كما أنه يحتوي على الألياف التي تساعد الجسم على التخلص من الفضلات وعلاج عسر الهضم.
كما يزيد الأناناس من مناعة الجسم ويعالج مشاكل التنفس والرشح والربو. يساعد الأناناس على إنقاص الوزن حيث يشعرك بالشبع وبامتلاء المعدة، كما أن ثمرة الأناناس تحتوي على 70% من وزنها من الماء الذي يساعد على حرق الدهون الموجودة في الجسم. كما يساعد الأناناس على الوقاية من مرض السرطان، ويساعد في علاج نزلات البرد، ويساعد على التئام الجروح.